بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعن ونكسن دا وضيال ملك استوى النقاد عوان إنسان هلكني واقل بي تيفي وبرمشدني وعيقلين تاريما سياسة دا دمقراضية دا سنانتا يا عدالة دا نسو قد بيجرنا يومد الصمالية ملك استيكون وشهي مانتا وحايلة شوغا عين أفاينكا لرقاقة مع مقابلاتك أول الستيد دكتور عبد الرحيم اندوكسية ونكا ورئيسان دورنا أدي الله ودوله وقلادو safarkii wafdiga ASM ay ku tageen dalka Djibouti iyo warbixinadii u dambeeyay diktore ku soo dhawow Galbeed TV maxaa la wadaagaysa bulshada Soomaaliyeed iyo shacabka Riyadh State ee ku daawan doona hadii Ilaahay raado. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam. Dhamaan markii hore waxaan salaamayaa Umar Ismaaciil bahda Galbeed TV iyo halwadeenadooda وهذه هي بين تاجن حلقن كا رير أفضل إنه يتبين وحي حقيقة مقرن سبيه ك كمدبعان مركل بعض وح سلامي يا أمضى الصومالي ملك سوتشوكتو هو برأيي كفاية سنة سنة كعصبة إسلام كان له متخانة سنة دونك سنة إلى هاي نجية له سنة قرحان الله هاي نجية له مركل حجة وح جارحان وسلامي يا وح جارحان سلامي يا أمضى يا جعلة رير أفضل كسو شيء والله سنة كبر كيس إن شاء الله تعالى وإحنا قدونا سنة الدولة اللي كده لا تقبل كعوض إن شاء الله تعالى عمره ساعات شكتي هرنا عن وش جنيه لو ذا جنيه متخانة شعب كنا إنه كم تلو نقولها سياسة ده إني دي مدح تجين Djibouti Djibouti نمر كايرين عسومات وقتها سيلو جوا ده حلو رجيم كم متخانة هرجيسة شوكة يا خلق اللي متقارنا قبل كا ديدت كود تشوغان مركان قبل لا حي وحوي يعني دم كرنا سا انت لورن تري بريتش بروتكتريت مركا سوغو لوغو عبسي قبو اما لغا بقيبا متقارنا امني احان ان امود مدح شكود قشو يغد او دي انتي هورو او دن دي للايا بنا داقالا دي داعي لاس فير اسي سي خاتمو لغالي مركا يدو ده حتى ونكو قروسن اما كقرابين اما حتى ونو اوغان دين وحي خسارها وليقي وحكا سايليهين مركا هاو شادرتيد با اوتاقين وحا اوتاقين ان دي لغالة تشهدو قبل كيما داما يمتلاان دي وحي كاقا ادن سيدي يدو لبادقا باد دين كان لوجو وچين لها يدو ليق دن باودو ادن لهين ان حتى كفرسن ويدنا دين وحويان هنقول فراقيلا لسكاقا قبتو مركا هورتو هاو شاسي اوتاقين الحمد لله رب العالمين ما دحت قوله في ربضان بمشاكل السوء هيدين هدي تهاي دولة Djibouti هي هدي تهاي وحوي يعني سكورة تيجا عالم كأوتشو أما ذات كم عارك تي إنتلجنس كأوتشو ساد وقت هاي مشهد واحد دكان دولة هو وين بعد دكان ودولة دي هي ده في توب أور كعالم كلها بعد دكان إنتو جو بدل نمشي كنا عشقة ومرة وتهاي ده بتعس بركة هولها صورنا ما اسود بركن أي وحويان إن ماذا حدا أودر سيد موفمتي كشقيين ولوج رابي ويجر نقصدين هوشان إن شاء الله تعالى دوام وصاف شرمسا وين كنا قندونا Djibouti مرة بعد دويلة هيدا هذو لكن واحد كل شيء جيا إن ماشاء الله أقوم مهم سنة أي ده أي كسوه يوم واحد كوكا إن قرتوه دي نقطة قرد ما تقانا عن لشيء كريم ودي متقانا وح كل سنة بيس وح يستوي يعني مكرم نساء إن لسلك جرو صدي إن تريت ما أنت ما ملك هرجسي شو جا وكل هاي شعب كا يسكت صعد كدقالة دقالة وحرة إنه شعب كا وحويان كل يوم ما هي إنه حتى وحويان وبربك عند إنه ماذا حسوا قال يدولو ده هاي صورة قال كتاع هدو حتى أودوا وياه إنه هدو إلى هاي كرو يهاي وأديك صدق متقانا ده كي معركة إسلامية كتير هاي ده متقانا قرحي أم وحي أبنو عاسي إنه أديك سكر وحنا والله سلوا دقات وحكوا عطيني يا نيكو بوسرة دقة كعبة ده كوفاني ولا هم متقانا إن سومالي وحكي كتير اللي بدو اللي من لقو ترتمي مدا لقو ترتمي مركا وحاسد وعطيني مهي اللي لهور تجي وحي أبدو وين موكتي مقرت سو كلام موسو كوباقي ولا هاد وانا رنا Djibouti بروحي نجا قاتو وحنا عاوق واحد ذلك سين كوكلا أو سويتش وابي أو هرنا عن غلها ذلني يعني برنامج كي هرا يدقو رستان وقبتني كل يدعو محوها محي مريحان اللي يدعو إن وحصل ده وح عدين يعني إني ده كان أي وحوي يعني سمين كرام وح لسوسي إني سبمين يعني وين مركا سبمين تو وحوي وح كأود بنقف كمر كودين تو قالوا وح قصة مية عدو تولي سقعة وح بدن بقاري قفقة لكن إنه سوق سمية مكرتي
سوين سياد الارتشيد مدحته وله كسو هو سي الى تامن كرمات وحويان ان ايهين ده هيرلينس لغا حدلي او ميسك ساره متقانا ان جيبوتي ده سكن وحويان شعبك جيبوتي يا شعبك راودا او هره لوغ شقيين حين داب يو لوكال سميو حدود يا حدو الله كورو يحي او قبيايلو لو ابتريو ان اي سو افجرت عمره ومات وحويان اوغادين ان اي غعش شي كو دخجرتي او كدخ شقيين شي اسكو ديركوغ يو كلا قيبنتودا maanta waxa ku sheegaya umada ay wada degta Jabuuti iyo gobolka wada degta inay gacmaha seystaan ina rabaan inay wax ka qabtaan ee ninka rajinka ah ee si fiican waxaan xasuustaa Allahu naxariistay xiliban Cali Aaraya ayaa waxa uu yiri hadii laba beelood ay wada qadeeyaan beel baa xanaaqda ma isleedahay maanta markii ay Ciise iyo Gadabuusi wada qadeeyeen ee beeshi dhexe waliba arteen ee safkarada heshiis safkarada u dhaxmaray in beeshi muuqsa ay xanaaqday مستر ما انت ارغاسي وا وارين امحان كل عدانه كل هرتو ارتو عمره وحيابه عجيبا اد لو يابن هيو ما ارغتي حتى عقلك سليم كا كسيني ان حنا كلي ما ديار وحوي هنا دغال ما حنا قوا مرسك موجت ديار وحوي هنا دغال ما ما انا اقان حتى كدا دحس بينت عيد بدلي جرتين عيد با قبصتين وحنا كسو دا دحس وايو een anuu ma arko in cid dagaalame si laakiin fursado jiray in ka faa'iideystaan wan qaba een marka in xanaaq ma dagaal bi diyaar u yihiin marka yala dagaalay marka waxa la dagaalamayaan dawladda Jabuuti diyaar u yihiin in la dagaalamaan waxay rabaan wax weyn habashi dabada gashaan waxay rabaan wax weyn in ilaahadan waa deerka siin kale ilaada balamadu wuxuu ku leeyahay in intii gobolka awdu naga hoos bixi lahaa inaan 20 km bixiyo oo habashi oo cadawgaas aan u galo baa iga badan waan soo noqon doonaa ee burmadow ee weyn u gali doonaa kiiskiisa iyo mataxa waxa uu ku hadlay baa ka jawaabi doonaa in Ethiopia ayaa hadda maxaa kula maamulka geysa la saxnaa sabab la saxdeen isafkaradkaasi isafkarad caalamka ka hirgelay horta maaha oo de international iyo hirgelay oo sharciya base la maaha laakiin Ethiopiaanku de waxay doonaan way sameyn karaan oo xeerasha caalamiga ah oo jabinaya oo waxay doonaan sameyn karaan way sameyn karaan marka muuse waxaan ku xisaabtamayo isagoo og in waxaan wax sharci ah oo haysanin inuu ku dhigirado sababta keentay maanta maxaa sidee adigu walaal horti ninka muuse leeyahay waaqac ku nool ma aha wanin ma qabo inuu xataa maskaxdiisa caafimaad qabtaa ma qabo laakiin wanin aaminay beentii SM ku celcelinaysay ahayd waan halganay kaadiba soo amnay dawladdi siyaad bare ee libaax afrika ahayd baan jibinay wani waxa aaminay iyadu waxa soo dhanay yihiin wax ku dhisan been oo de wax weeyaan ayna jabin cilad dagaalamin oo wax weeyaan inta jeer ay dagaal galeen gobolka awdar ay la galeen haday tahay wax weeyaan loo yacdo haday tahay wax weeyaan deesigaaba ka ooyeyba meesha geed balla la yiraahdo la geeda ku dhumanaan barta ka weyni in iyadu saay tahay daba cumaro in uguma joogto xataa maanta waaqiciisa kuma joogto in nidaam xataa organization u maamulay kuma jirto kaliya waxa ku jira een dulbaate een mar la dagaalano wax yeel uu kari waayay wado ka shalay ugu dambeeyay saanidiis hub 900 oo sanduuq ba shalay lehelay umaro 900 oo sanduuq ba lehelay hub nooc kasta leh ma garatay tan hadda ku xigtana xilay war Soomaali wuu istagaysay hal mar mar dambana Gadabuurse inta birta degan gobolka Awdal gacanta saar horta qorshihiisu waa saas waxa xidhan 500 oo dhalinyaro xidhan naf ma hayaan marka xataa kama shaqeynayaan ama uma balaan garaysan si ay u furdaamin lahayn dadka noocaas hadda ma garato marka waxa ku sheegaya Cumro waxay bedeleen hadda waxa ku sheegaya dunkan waa isbedelaya everything is going to be change ma garato meesha ay fursin jireen Muuse iyo waftigu ka xisin jireen maadiradii la seeli uu ka tagi jiray ya afrin maadiradii hore ka si ka xisin jiray wasiirka maaliyadda loogu yeeray wasiirka arrimaha dibadda ma garanaysaa meeshii waxa fariistay awdal state rag matelaya qulubta shacabka reer awdana aad bay ugu farxeen mar haday arkeen dawladoodii in awdal state uu ku matelayso kuraasti wax weyn xafladaha kuwani kuwa ka badan way soo socdaan waxa soo socda calanka wax weyn in awdal state ee gobolkaasi inuu meesh ka taagno waxa ugu daray Cumro Jabuuti wala tigid anaga kaliya tigni maaha islaamanta waxa ku sugan madaxa ugu sareeya ee khatimistaa ama SSC khatimo ba ku sugan waxa barta ku cad
dadku way fahmi laayeen oo xataa kuun dhagaha la shaqeeyay meesha gobolka kasoo jeeda way fahmi laayeen muuse meesha uu hadaraabay suu hadaraaba loo kala tagaya maqli jirtay in bankiga ama taqana shirkada bank crack ba ku dhacay walaa kala dareeray laan waa lagu kala dareeray sifiyan ha madama laan lagu kala dareeray de fahankeenu inagu waa kasii horeeyay waxan inay soo afjarmayaan ma garanaysaa meelteedana imanaysaa laakiin maantaan waxa qaba ree awdal waa u diyaar waxa diyaar u yihiin inay wax weeyaan state kuga qabsadaan waxa uu diyaar yihiin inay gacmaha haystaan meel kasta ka soo muuqdan waxa uu diyaar u yihiin iyagoona cidna duulaan ku ahayn hata wad ugtoode reer ay naga dega oo muuse dadkiisa gobolkeena daad ma gartay ila arabsiyan ila arabsiya ila abaarsi weyn xuduud muuqta gobolka awdal ila wajahale ila meel kasta duulaan iyo argoos iyo wax loo socdaa ma jirto laakiin wax loo socdaa uma daasi in basic need human in laga shaqeeyo state madax banaan noqdo ka tirsan mataqaana maamulka oo Soomaaliya umada Soomaaliyeed calanka Soomaaliyeed ka babto in sida kale si xeerka oo federalism ku dhigayna xeer hoosaadkiisa isku maamula cashuurtiisa urursada wixiisa qabsada marka tan loo socdaana waa taa Umarow waxa sheegtay in gobolku noqon doono gobol janaa hadii dadkeedu helo oo dadkeedu mataqaana u soo jeestaan taasi waa taas hadaan inta kaga baxno maxaan ku dhahaa SNM ASM iyo waftigiisa noqotkaankiisa iyo warbixintiisa waxaan dhageysatay maxamed xiliban maxamed abiib waxaan malee dhageysatay wareysiga laga qaaday maxaa kaaga baxay xilibanka horta Umarow inagu seeni wada ognahay ninka soo reey awdala oo qaldan iyo ku saxsan ba kulli xijeclo reey awdala way nagu jirtaa oo intii dil la saxi karaya ama la hoga tusaaleen karayna dawa lagu qasbiyay nidaamka uu ka mid yahayna maxamed abiib nidaamka uu ka mid yahayna nidaam uu reer awdal ku matalamayo nidaam uu calooshiisa ku shaqeystay reerkiisa uu shaqo tagay waxaan arkayay ninka la yiraahdo MMT file maxamed oo wareysanaya oo sinka ka gelgelinaya halganka reer awdal ku jiraan oo maxamed abiibna iska riixay laakiin aanu arkayay inuu u sameyn lahaa iskiis lagu xiro maxamed abiib horta waxaan leeyahay maxamed abiib haddii raasinaysan xirad waa kani dhex joogay xira maxaad ugu raasinaysan saas u yidhi oo TV-ga laga wareystiyo miskiin yaro maxamed ninka hadlayay maxamed la leeyahay maxamed maxamed ilig la leeyahay yaa cidda difaaciya waa adeerkii tulki ciddanu laabtu leeyahay qaran ka shakinaya qaran waa qaranka adeerkii iyo dadkiisu ay leeyihiin weeye maaha ku anaga ah maxamed abiib laakiin wax laga rabo inuu yidhaahdo hadduu muuse kubsaday wixaan ku heshiinay anuu inaan yaro baashiye maxay diidaya xeerkii iyo wixii aan dhiganay waa suu isagu u dhigay muugtahay hadduu ka mid yahay dadkii reer awdale waxaan ku qadhacay oo gabadhaas ahayd gabadh u guba uu muuse kubsaday isagu inuu baashiye wax u diidaya ma jiro sharciga si weynaababa kubsaday marka waxaan leahay in abiib ha ka baqan inaan reer awdal tahay ha ka baqan in reer awdal meeshan ay ku dulman yihiin oo waxa weeyaan dulmanku markaan ka sheekeynay waxa weeyaan adiga afkaa ka qiray in intaasoo jeer iska daa war xildhibaanka lasoo doortay awood u leeyahy mataqaan Umarow madaxweynaha waa la doortay okay laakiin markuu functional noqdo uu noqdo markaan aanu ka hadli maayo nidaamka inta qowlaysatada ee sanamta haysatay laakiin caadiyan caalamka sharciga marka laga hadlayo qof shacab soo doortay waa qofka ugu awooda badan marka la keeno masaakiin yaroo agaasimiya wax loogu yeedhayo baa waxay kaga awood badan yihiin ninka xildhibaanka sheeganaya golahay fadhiisanayaan ma raba bay details inaan galo Umarow ma garanaysaa oo waxyaabahaasi waxyaabahan ka yaqiqsoodo laakiin waxaa kuu sheegayaa ninkaa ina abiib afka wax laga gelinayay in uu wuxuu ka yidhaahdo halkanka reer awdal ku jiraan wal wax lagu yihi waa saragtay uu yaa diiday inaan saragno mununi reer awdal ahay miyuun ahayn ninka la yidhaahdo la leeyahay inay carti qaalin isagoo dowladda soomaaliya ka shaqeeya aaska aabihii ninkii mid muun ahayn xeer diiday ma jiro adi markaa maxaageed wax ka laada xaggee lagu haystaa waa inaad tiraahdaa waan is aragnay waan sheekaysanay haddaad rabti waxaa tiraahdaa fikirkayga iyo fikirkayga inta ku qancinaya badhe laakiin in lagu diido nin reer awdal inaad arka weydo waa gunnimaynti ugu hooseysa si fiican inta haddaan kaga baxno xildhibaan abiib maxamed abiib boqor buur madow ayaa hadlay balamadow wuxuu yidhi waxaad baranaysaa gedabursiga dhabtaad baranaysaa ismaynu arag waayo deqarmuunkiina waxay naga soo doonaan baaba jirinba
ما قرت لكن سوي منسى هنا سارتان وي منسى ان شاء الله تعالى دوام بيني منسى ان كنت يجب قبدي ان فرصه المنطقه الفلسطينيه محاد او باقس الشعب الصوماليات شعب كري او ستيت موفمنت يدمان ان حنكو دغستياشا ودغستان دون برابش كمانت ري او ستيت هذا الستيت أو مانت الدغدغاقة أو الستيت موف من تقوه قامين يو هنا سعد كي جانقوينتا سياسة ديت يكا معرتي يعني جبهة ديت يكا عدوى لكورون يهيق معرتي قربكو هو بيسنبا هيا أو دلقع ما يسقب صدا ولا ليال ولا ليال يسين دبو حية مانت هو قان ودا عضا إن شعب كيس واح نقضان با مرة يردوكا دبادها قبسنو ترين كايساقا ولا ليال هدي انتي هو رأي حيد كين يا هدي أهيد الدول الكورو يا هاي متقانا إن ورسو استاج يا عنانا حد ما تين عنانا ماي وأوجه هاي قلوبتي نما تعد بوف رحسن تاعي لعبتي ننو دوسي ديسين ما ملك عصودا مر هدا دوسي ديسين وين قدر عدا عدو حن لهاي فعل كيول على ريال باكو حيا كان حشون ماي وحن لهاي هل جن بلا العج الشقين ماي ها عمرو هل جن بلا العج الشقين ماي هل جن بينو قلنا ولا ريال وإن أسكت ديار سنسن هلقن كأقولي لهين إن لعكتين يمال كين يوهر لهين دي كينبا كاس أنهرنا كوي لهي دايا يا هنندونا إيه لكن وحمان كين يصور كان هسنا وحويين وبد كا ما أنت عندلني إن نقتلنا جيدا هرصدا حلا يدون كدا في سنتين تشوكته يالك الحشون حلا سلسوها الله بحتر بحنا بحنا ولا ترحان بحنا يا لكن ما أنت ميلو كلا تكام يشرتو هدي اللي قاعد تجمعيا، ده أوبسيت كي جوي يعني وادريم كرتوا حميشة يالا، هنا ندي وهذا البردي كريم ببدي، مركا وحنا هاي هلنكو وصعونا يا وبلو هولي سوق أتكابنا للجلايا، مر هتاي ساعتها واتقين الجنالة دي لما رجري، أي وحويين مجال كسته دقم كسته ودون كتر سنة نيت هلا، كلا حريرة كوا جودها تشوكان الله ليا، تلنت جودها تشوكته، أي ديرن إيه فهنتي وحنين إتحي إني إتحي ما تقرنا تيح يا مال لو حري مال دبلو سود إني إتحي والله كوا إني حري أوي يصاح الله يهوله ميل أنا بحنا لنا لكن كوا أنا وحنا شيء يا رول كاجي بتشوك تاي رول كاجا كود ييجي رول كاجا كل عندهير واحد عيالكي كل عندهير رول كاجا ها هذا إسكالي نام شقيا مجرو ونام كهال كوف صدي ينهرو واحد لنا والله كوف صدي هرتينا لقو كوف صدي كات كوقنا عشان يدين بين لقوه كوف صدي بقر نيكا دا بور مدو اما بلا مدو نذا الماقع عاقاتي ان واحا او شاقي ان او لقل مي للاقة ما مغيرك او دالستيد ان او لقل مي وقاس كبيرها قدبروسي وقاس عبدالرشي وقاس روبلا وقاس دودي واحنا او شاقي غير او دالين داد وناكسين هين ان اي محانكو اي مدحوينة كان نقضيان ماشا داد كاي هشيسيين ولكن واحا او شاقي داقان كا او لقل مي ايو مدحدي اي اسام اي او لقل مي اي دمان تودي هين dad cuqdadaysan oo isaaq cudad qaba balaarintaas ka faayeen ahaan maxaad ka jawaabaysaa umro halu ru jirbida intaani bida koodan ba bida tira moqti inta bida loodan ba bida tira hor tira oo dayaga bartaas dhigay sabta ku sheegay ree oo dalmaha in shirakiisi wax ka dishay beeshaysa تقال دي سوكيه دعينا اسنا موير بيحي رياض اللي دفاع بوها ملك السنوة لغيه ليا واقعا يقو ولي بغوتا يقو ولي با حبشي يدرقي بلايو دنغوتا رياض اللي يقا برتا اسدقي مركان كله هاي وحي هيد اسنا اني نقردو متاهد واي واتي دذكينا اللي سي ما دام دذكيني اللي سي انا كل حساب تنو اي نقردو متاهم بيحي يا ونقدر دونتان بيحي وين سو هذا القائد كرني الناس أنا موين الناس أنا بدي واحد فكتم ما أنت سو عياله كوأبو مو بيقول كهذا ما قرأت ولا إن كسب بلود إلا أي واحد كدك تلو يعطو يا إسكت ده أنت هرجيسي كدلين يد ما قرأنا سدك برتاد قرأنا تي كدلين خرط إنه يلا هذا عقدة جسنتي إن جايس كارسين لكن واحد كل شيء جيا بل ما ذو واحد شيء جيا خرط إن أنت كيسي الله يسي وين تشيسك كاسة محي ولي عسك ديح مشاهدي مكاسة عقدة ضيسن مسك وح عقدة ضيسن ولي ما انك كواه ينو انك لك دلو ولي كسر حنا ينو طقع الله قالوا دت كاس ولي دت كلو كسر لاي ورتب لهم ذو واحد مشي جيا
ورد موسى درب جدينا دو حنية سلاح دي بلا مدوي أنك هنقو حقونا توسو قد تقوى تقانا أغل كيسي ولا أغاز كيقا دالا عيسا تهرو دالا عيسا ولا عيد كلا دالا عيسا أفكان قشوش كي روشيان كوائق إيا وحان لقريني كوكويا دا ياه لتك برتا لتك إيا دي مقرانا ساق قولو إنكي قالدو ررين ترتين ما يكلايات كسو جديد وحاد هيد با يينو والوالي أنو تاو حان لاهي بلا مدو أثير مركز سو هذا القائسي داد كيقا دقان كا شعب كيقا أفك سو عضي ها أفكا سو عضي لكن واحد كتوسيا تنكو بي عب ديد أمدون وانفصح إنا هرتوا لو كلا دريرة يتنيا ده ولي ما واحد برا نسجد بورسيك دبتها أنت شقي ندم كان سعمره وندم كان دل جوهر كبسي ده كأو شقيه ما كان واحد لهي الحير كقبني يجرين كيسة قريقان كا كيسة عايز يسمع الحيران يو كيسة محيق له عقد شغلين يو ما كان كنا نقول ما يو لكن واحد لهي ما أنت ندم كا أو الستيت موفمنت إلى حفظه دوا والد كينا ده كينا النهار النهار صعدة نيكا جوساس دافسدو وحن كلها وبل حتى عمرك أنت كده من مرؤنا لقاه الأول تاجرين نام أي رئ أو الودين هذا رئ أو دلالة وحلال أتهاي تاجر أدو كو تاجر أف كو تاجر مقرنسة مركوان السلامية هذيكو عمره هوشان ما تقارن ده إن جانس كني سينا وكو سلامية دمار رئ أو دلستيد وحن لها شركة استبتشوك كتشرتان مالن كسته ويكلي مونتلي معناها بيل كسته اسبوع كسته قال ايسان واجب اد غدن يسان وين اللي بن لابا اللي بن لابا ان الله ورشيد غدها جوجتن وخ لاه مخان دورن وا دبي بي يا يا لو هيس جيري هاوش مخان دورن وا دبي مرسا مد صومالي صومالوين ورت مركو ورو وخان اوغ مهند نقيا ان شيسكي حارانت كدسنا وموسى وقاركتور كوسمي قابكي هورتا اد غريب ساكتين وان 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 نيغه ما حد نقيا هداي تحي ميديا يا هداي تحي ادين يا هداي وراقبه تحي وني ما حد علينيا دمانتي با غار اهان دولت الصوماليه ود كوم هسنتين قابكا اد او غشين هداي تحي انترناشونال يا هداي تحي متقانا جلوبال او افريكانا يا هداي تحي متقانا عالم كباد هورغيسين يا ميل كسب ونيجا ما هنقينا، إنيكو جودني واجب كينا دنا وحديث كواكيا هدنا دتك لو شكرين أو لورن thank you إلى هاي أذكرنا كم أورانا يوم تقعنا كم كم شكر يالي مركا، and وحن لنا هاي هول أذك بعد قبتين هوشنا وحوي الناس سيريوسا وصوكشان إن شاء الله تعالى ودي بعضو إكتان أول وجود يسكون دفع وصارتان جارهان وسير كهذا أريمه دي بده هرنا وها وسير كأريمه كده فقي أو دور chair and شرر أو conference وذا قلنا. waad ku maasantaa Soomaalimada ka muuqata laakiin waxa ku leh inta ay ka dheere la xiriir dad badan baad helaysa oo qoyiga matala oo jecel minnimada oo jooga magaalo kasta iyo gobol kasta jooga waan salaam iyo dhamaantiin salaamu alaykum aadiyad baan ku salaamayaa afayanka Audley Street Cabdiraxiin Dugsiye oo ku wareysanay istiiriga maanta aan ku wareysanay ee magaalada Edmonton aad baan ku salaamayaa diktore umada Soomaaliyeed ee shacabka reer Audley Street waxaan leeyahay guliyo gobolnimo ee guushuna gacanteena ku jirtaa ninkastoo reer awdala oo gobolka ka soo jeeda waxa laga rabaa inuu ka mid noqdo oo ka qayb qaato halganka ee maxaan ku raaday in laga xoreynayo regime ka muuse gobolka awdala u diyaar galooba riixla